كل سنة وانتم طيبين. وموضوع الرجاء موضوع ممتع ومفرح. الموضوع اللي أكلمكم فيه اسمه سبب الرجاء. الآية دي في رسالة بطرس الأولى يقول: مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني كل مسيحي كل وقت مستعد انه يجاوب على سؤال مهم: انت جايب الرجاء ده منين؟ ده معناه ان المسيحيين يميزهم الرجاء، زي ما قالوا الاباء وحكوا رجاء الحياة الابدية، رجاء معونة ربنا وغفران ربنا. فكل مسيحي نفسيته حلوة، نفسيته قوية، ودي سببها الرجاء اللي عنده، ومستعد يتسأل ويجاوب حتى لو هو مش مذاكر لاهوت بالمعنى الحرفي. هو شخص متأكد ان ربنا بيحبه وعنده ثقة في وعود الله. فالقديس بطرس بيقول: مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فموضوعنا سبب الرجاء اللي فينا. هكلمكم في أربع نقط في رأيي تمثل أسباب الرجاء، وهي كلها سبب الرجاء ربنا، لكن أقول صفات ربنا وإرادة ربنا ووعود ربنا وحكايات ربنا. أربع حاجات مرتبطين بربنا تدينا رجاء: صفاته، إرادته، وعوده، وحكاياته. نبدأ بصفات الله. من هو الله الذي نعبده إحنا كمسيحيين؟ أول صفة كلنا حافظينها: الله محب. دي تدي رجاء. قديس يوحنا وهو عجوز في آخر حياته يكتب الرسالة الأولى في إصحاح 5 يقول إيه: نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، يعني إحنا عرفنا وصدقنا إن ربنا بيحبنا، فإحنا دي مديانا رجاء. إذا كان ربنا بيحبنا، طب ده دي صفة مريحة جدا. أنت لما بتحب واحد بتسامحه وبتخدمه وبتهتم بيه وبتستحمله، ثم خلاص يبقى كل ده ربنا هيعمله معاك. يبقى صفة الله أن الله محبة تدي رجاء. نحن علمنا عرفنا وصدقنا محبة الله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله. صفة تانية مثلا الله رحوم. الله رحوم دي تخلي واحد زي يونان النبي يتغاظ من ربنا. تصوروا، لأن يونان على قد ما هو نبي وحلو لكن بيحب شعبه زيادة ومش بيحب بقية الشعوب. فلما ربنا قال له هتروح نينوى، هو عارف صفات الله، بدل هيروح نينوى وعارف ان ربنا رحمته واسعة قوي، يبقى هترس على ايه الحكاية؟ هيسمح. ونينوى دول ناس وثنيين وأشرار، وهيجي اليوم اللي يحتلوا بلاده، فمش عاوز يروح. ليه؟ لأنه عارف صفات الله. فلما ربنا فعلا سامح نينوى في إصحاح 3، يونان اتنرفز وقال له: أنا من الأول بقول لك أنت إله رحوم. طب ودي مزعلاك، ده لولا رحمته ما كنتش طلعت من الحوت أو كنت غرقت في البحر. يعني أنت عاوز رحمته ليك ورحمته ما تروحش لغيرك؟ إذن صفات الله تعطي رجاء. سبب الرجاء أن ربنا رحوم. الرحمة طبعه، زي ما كنا بنقول في المديحة دلوقتي، الرحمة طبيعته، يعني يحب يرحم، يحب يسامح، يميل للرحمة. طب هذه صفة مريحة جدا تدينا رجاء. إذا كان ربنا بيحبك قوي وبعدين ربنا رحمته واسعة قوي، طب ده لازم يدي رجاء. تغلط مهما تغلط ما تيأس، مش بنقول لك اغلط، لكن ما فيش مجال لليأس. ليه؟ لأنه تيأس ازاي مع الصفة دي؟ دي صفة تخص الله. طبعا
طبعا حط جنبها رحيم، رؤوف، كثير طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، يحب يرحم الخطاة الذين ايه اولهم انا. صفة ثالثة ربنا مثلا صفة ضابط الكل. ضابط الكل يعني ايه؟ يعني كل حاجة في ايده، كل حاجة في ايده. طيب دي تعمل ايه؟ تجيب رجاء. ليه؟ ايه ممكن يحصل في الدنيا طالما كل حاجة في ايده؟ يبقى هيحصل كل خير، لان صفة تانية بتقول انه ايه؟ صانع خيرات، يحب الخير، يحبش الشر، كل اللي بيعمله بيعمله خير، بيحب الخير قوي ويعمل خير على طول وضابط الكل. طب انت متضايق ليه بقى؟ زعلان ليه؟ خايف ليه؟ هيحصل ايه؟ ولا حاجة، خلاص كله خير، لانه ضابط الكل. ما فيش حاجة تطلع من ايده، وما فيش حاجة عشوائي، وما فيش حاجة ممكن يعني تكون ضد الخير اللي هو عاوزه. من ذا الذي قال فكان وإيه والرب لم يأمر؟ وفي حد يقدر يقول حاجة ما كانش ربنا شايفها خير؟ ما يمشيهاش، صفاته كده، طبعه كده. إذن كلما تأملنا في صفات الله وجدنا سبب الرجاء اللي فينا، اللي بيخلينا مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألنا. وحد يجي يقول لك أنت مبسوط ليه؟ تقول له إلهي قادر على كل حاجة، وإلهي ضابط الكل، وإلهي رحيم، وإلهي بيحبني قوي لدرجة مات عشاني، وإلهي، وقعد قول زي ما أنت عاوز. كل صفة من صفات الله تجعل عندك سبب للرجاء. تاني نقطة، إرادة الله. احنا بنقول سبب الرجاء صفات الله، إرادة الله، وعود الله، حكايات الله. صفاته طبعا ممكن نقعد فيها أيام نتأمل، وياريت ده يبقى موضوع انشغالنا طول السنة، لأن كلما تأملنا في صفات الله كلما إيه ازداد الرجاء في قلبنا. تاني حاجة، إرادة الله. ربنا من الآخر كده عاوز إيه؟ ما هو عاوز حاجة، عاوز ايه؟ دي اعلنها طول الكتاب المقدس، بيعلنها اول ما خلق ادم وحواء. عاوز ايه؟ عاوز يخليهم معاه في الجنة على طول. طب لما ادم وحواء غلطوا عاوز ايه؟ عاوز يرجعهم الجنة تاني. طيب لما الطوفان جاي عاوز ايه؟ عاوز ينقذ كل اللي ايه ماسكين فيه، نوح وولاده. طيب لما يحصل مشكلة مثلا في زمن إبراهيم ولوط عاوز ايه يا رب؟ عاوز انقذ لوط لأنه بار، لأنه ماسك فيه. طب في زمن موسى والعبرانيين عاوز ايه؟ عاوز انقذ شعبي من الذل والعبودية. طول الكتاب المقدس ربنا له إرادة واضحة. الله يريد الجميع يخلصون. مش هو ده يتفق مع صفاته؟ صفاته الله محب وإله رحيم ورؤوف. طبعا طبيعي تبقى إرادته إيه؟ أن يخلص الكل، الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى ربنا إرادته إيه؟ يلمنا كلنا في السماء. طب لما أنت تكون عارف أن دي رغبة ربنا، دي إرادة ربنا، وإرادة وحيدة، يعني يدخل تحتيها كل التفاصيل، لكن فيش غير الغرض ده. لا تخف أيها القطيع الصغير، أبوكم عاوز إيه؟ عاوز حاجة واحدة، يعطيكم الملكوت. ده غرضه، دي إرادته. بالتالي يقول إرادة الله قدساتكم، لأن السماء بتاعت القديسين. يبقى عاوزنا إيه؟ عاوزنا كلنا قديسين. لما تبقى فاكر دايما أن ربنا كل اللي بيعمله بيعمله من أجل هذه الإرادة، من أجل هذه المشيئة، تقول من كل قلبك بكل ثقة كل يوم لتكن مشيئتك. يعني ايه؟ ايوه خليك في الحته دي يا رب، بدل عاوزنا نروح السماء خليك في دي، لتكن مشيئتك، مش مشيئه الله الجميع يخلصون. طب يا رب لتكن مشيئتك، وبالتالي لياتي ملكوتك، لان مشيئتك ان احنا الملكوت ياتي الينا وناتي اليه، يدخلنا وندخل. يبقى إرادة الله تعطي سبب للرجاء. لما يسأله واحد مسيحي يعني تعبان في حياته ولسه مبسوط، أنت مبسوط ليه؟ يقول لهم أصل ربنا عاوزنا نروح السماء، فمضيق علي عشان ياخدني السماء.
يعني واثق قوي يا اخويا. واثق طبعا، لان انا عارف ربنا ما عندوش رغبه تاني غير كده. ربنا مش ارادته يذلني، لا لا، ده الذل ده انا اللي جبته لروحي. ارادته في الاخر ياخدني السما، بس قال لي السكه ضيقه، خلاص انا مبسوط، ضيقه ضيقه بس نوصل. الطريق كرب وماله، هيخلص في الاخر. اذا لما الواحد يتامل في اراده الله يبقى عنده سبب للرجاء. طب المشاكل تكتر، إرادة الله ما بتتغيرش، مهما كترت المشاكل وتعقدت الأمور يريد إيه؟ خلصنا، يبقى كل ده لصالح، خلصنا. يوسف العفيف، يوسف ابن يعقوب، اترمى في البير، ليه يا رب كده؟ اتباع عبد، ليه يا رب كده؟ مش كويس، اتسجن، ليه يا رب كده؟ قالوا وزراء وكانوا المفروض يشفعوا فيه نسيوه، ليه يا رب كده؟ عشان إرادته صالحة. في الآخر يوسف ده يطلع وينقذ شعبه ويبقى شبه المسيح. عشان كده القديس بولس له وصية جميلة قوي، يقول لنا إيه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هي بالبلدي كده إيه؟ استنصحوا شوي، فكروا عدل شوي، غيروا دماغكم شوي. لما تغيروا دماغكم تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. انتوا لسه مش شايفين إرادة الله قد إيه صالحة وكاملة ومرضية. يعني ربنا اللي بيعمله فينا ده صالح تماما، أحسن حاجة ممكن تحصل هي اللي بتحصل معنا. ليه؟ إرادة الله صالح لأنه صالح، من صفاته الصلاح تبقى إرادته صالحة، وكاملة لأن من صفاته الكمال إرادته كاملة. ومرضية ليه؟ لأن الله محبة، يبقى هيرضينا في الآخر، هيرضينا. ده إلا يرضينا، ده احنا في السماء نفضل نسبح إلى الأبد من العجب اللي هنشوفه ومن الخير اللي منتظرنا ومن تتميم إرادته. لما نشوف كمال إرادته إنه خدنا السماء هنفضل نسبح إلى الأبد، لأنه إرادته دي حاجة جميلة أوي. يبقى تاني حاجة تدي سبب الرجاء، إدراكنا بإرادة الله. الله لا يريد أن يهلك أحد، دي قاعدة قالها الكتاب، لا يشاء أن يهلك أحد. يعني تلاقي أسوأ واحد في الدنيا تسأل ربنا تحب إيه يا رب؟ يقولك حب يتوب يا رب ما يهلك. لا، ما حبش يهلك، ما حبوش يهلك، بس ده مفتري، ده شرير، ده مفوش ولا حاجة عدلة. الله لا يشاء أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. طب تدي حاجة مريحة جدا، تدي رجاء. يا ريتك يا يهوذا أدركت أن إرادة الله حتى بعد الخيانة أنك تتوب، لأنه لا يشاء أن يهلك. هل إرادة الله أن يهوذا يهلك؟ حاشا. هل إرادة الله أن أي شعب وثن يهلك؟ حاشا، وإلا ما كانش يطول باله. ده ربنا من صفاته أنه يبقى طويل الروح، طول باله جدا. لكن لما يلاقي واحد بقى مصر على شره، طب يعمل ايه ربنا؟ يقف كده مش عارف يساعده. لكن المسيح له المجد، من كمال ارادته جمال ارادته بكى. كيف تبكي يا الله؟ تبكي وكأنك عاجز، كيف تبكي؟ بيبكي على مين؟ على اورشليم العنيدة وكل نفس عنيدة. يقول كم مرة ايه أردت؟ بصوا إرادته الصالحة، أنا كان نفسي أورشليم ألم أجمع عيالك زي الفرخة والكتاكيت تحت جناحين واخدك معايا السماء. اليهود دول مجرمين دول، كان نفسي أجمعها. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي، وانت لم تريده. طب أعمل ايه؟ لما نتأمل في إرادة الله الرجاء يزيد. ليه؟ لأنه مهما حصل الله يريد خلاصنا، يريد شفائنا من الخطية، يريد قداستنا، يريد العالم كله يرجع له. لما تتعامل مع الناس بص للناس من منظور إرادة الله. كتير من المسيحيين يتعاملوا مع الناس يا رب اتقينا شرهم. الموقف ده مش مسيحي أوي. ليه؟ اتقينا شرهم؟ لا، يا رب نور عينيهم، لأن دي إرادته. هو شرهم يقدر يطولنا؟ فيش حاجة بتطولنا إلا من خلال إرادته.
وبالتالي كل حاجة هتيجي برضو خير. إنما يا رب اهديهم، عرفهم طريقك، لأنك لا تشاء أن يهلك أحد. لو إرادة الله شغلانا هنبقى منبص للناس كلها بعين مليانة حب زي عين ربنا، وإحنا كمان لا نشاء أن يهلك أحد، حتى أسوأ الناس اللي بيتعبونا لا نشاء أن يهلكوا. طب أنتوا الليلة دي وأنتوا بتصلوا، كل واحد فيكم يفتكر واحد تعبه أو واحد أنت مش عارف تحبه. طبعا مش عارف تحبه ده، خلي بالك، حسب تعليم الكتاب ده مشروع قتل. قديس يوحنا قال كده، قال كل اللي يبغض إنسان فهو قاتل نفس. ليه؟ لأن لما الواحد يبقى مش بيحب واحد، الشيطان على طول يبعت له فكرة في دماغه، وإيه يقول؟ مش يموت ويريحنا؟ على طول الفكرة تيجي في بالك، يموت ويريحنا ده إيه؟ ده مشروع قتل، دي نية قتل، دي مصيبة. كل من يبغض إنسان هو قاتل نفس، ونحن نعلم أن كل قاتل نفس ليست له حياة أبدية. طب دي حاجة تخوف قوي. طب إيه رأيك بقى يبقى عندك نفس إرادة الله؟ ما أنت ابن ربنا، مفروض يبقى عندك إرادته. فبدل ما تتمنى يموت، تتمنى له التوبة، تتمنى له الخلاص، تتمنى له أنه عينيه تشوف ربنا ويرجع طريقه. سبب الرجاء الذي فيكم، مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بس بوداع وخوف. أول سبب يدينا رجاء شديد صفات الله، وما أجمل صفاته. نفضل طول كياك نتأمل في صفات الله اللي تدينا رجاء. اثنين، إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، خلاص. ثالث نقطة، وعود الله. عندنا قاعدة في الكتاب، ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. يعني إيه؟ يعني لو كل البشر بدون استثناء ما بيوفوش بوعدهم، بيكذبوا، هيفضل ربنا إيه؟ صادق. ليكن الله صادقا يعني لا يمكن يكذب. سميه القديس بولس في رسالة تيتوس المنزه عن الكذب، هو بيقول وعدنا بالحياة الأبدية، يقول وراها الله المنزه عن الكذب. يعني لما قال في حياة أبدية حاشا لله أنه يكذب، يبقى في حياة أبدية. طبعا أي إنسان يكذب، ممكن يوعد ويخلف، لكن ربنا لا. ويجي في آخر سفر الرؤيا يقول هذه الوعود أمينة وصادقة، صدقوها لأنها هتشوفوها بعينيكم بتتحقق. طيب تعال نشوف وعود الله. وعود الله دي بقى إيه؟ مغرق الكتاب المقدس، دي جواهر الكتاب المقدس. يعني إن كان الكتاب المقدس ده كنز زي ما وصفه المسيح، كنز كله جواهر، كل وعد جوهرة. عشان كده الشاطر فيكم لما يطلع وعد ده كأنه لقى لقية، لقى جوهرة. تخيل انت بتحفر في حتة طلعت جوهرة بكم مليون جنيه، تعمل ايه؟ تبقى في منتهى السعادة. حفروا في الكتاب وطلعوا الجواهر. وعد بيقول مثلا إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، يعني بقعة سودة كده، بقعة دم دموية كده، تقوم تبيض وتبقى زي التلج. طب ما ده وعد جميل قوي. لما بيقول مثلا أنا معاك ما تخافش، ده بيقولها كتير قوي، دي من أكتر وعود الله، لا تخف لأني معك. خلاص بدل أنا معاك يبقى أنا معاك، مش ممكن يكذب. أنت بقى مش شايفه ده العتب على النظر عشان ضعف الإيمان عشان الشك، لكن هو من ناحية بدل قال أنا معاك يبقى معاك. عشان كده أغسطينوس لما تاب قال له يا رب كنت معايا وأنا لشقاوتي لم أكن معك. يعني العيب مش فيك يا رب، أنت كنت معايا وحتى وأنا بغلط لأنك وعدت. أنا بقى من شقائي ما كنتش دريان إنك معايا، ما كنتش مركز. اللي يتغذى على وعود الله يبقى عنده رجاء عالي جدا. لما مثلا كلكم حافظين الوعد الممتع بتاع كل الأشياء تعمل معا للخير، ده وعد يخلي الواحد عنده رجاء أي حاجة تحصل خير. طب مشكلة خير، هو قال كده كل الأشياء تعمل معا للخير. في ناس متعبة خير، في مرض جاي برضو خير،
في أزمة في العلاقات كلها، خير، كله خير، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين. وبعدين زكي يبقى قديس بعد كده وأسقف وحاجة كبيرة قوي. طب والحكاية دي تعمل ايه؟ تدي رجاء. تبقى المرأة الخاطية الناس كلها بتبص لها بقرف، وهي تغسل رجليه وبس، يعني في النص ساعة دي يقول لها يلا ذهبي بسلام، إيمانك شفاكي وقد أحبت كثيرا، ويشهد لها ويتكلم عنها، والكنيسة تصلي الفصل ده كل ليلة. ايه يا رب الدلع ده كله؟ ما دي حكايات، وحكايات كلها حقيقية، هو ده ربنا بتاعنا. طب ما هالقصص دي تعمل ايه؟ تدي رجاء. لما الأمور تتعقد خالص وسنحريب يحاصر كنيسة يهوذا وأورشليم، ويبقى عندنا نفرين بيعرفوا ربنا كويس، نفرين، أشعياء النبي وحزقية الملك، وطبعا معهم شوية صغيرين كويسين. وبعدين يقولوا يا رب شعبك وكنيستك يطلبون إليك زي ما كان أبونا بيقول ارحمنا، هنعمل إيه طيب؟ ده جيش إحنا ما نعرفش نعده اللي حوالينا دول. ربنا يخلص الموضوع في ليلة، يطلع ملاك يموت 185,000 من جيش سنحريب وينقذ شعبه. مش هو ده ربنا اللي بنتعامل معاه؟ مش دي حاجات تدي رجاء؟ حتى لو الدنيا كلها قلبت على الكنيسة، اديتها شوية صلاة وصوم، احنا عارفين ده إيماننا وده رجائنا. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول كده، الحكايات كلها بتقول كده. يبقى كل القصص اللي في الكتاب تعطي رجاء. تعال تعمل مع أي شخصية، بطرس ينكر ويلعن وثلاث مرات وحاجة تكسف، وهو نفسه زي اللي رفض نفسه، ما هي خلاص يعني بينا، فعش يشتغل مع ربنا بعد كده. فرجع يصطاد سمك، يجي له المسيح وهو بيصطاد سمك ويقول له انت مش بتحبني؟ بحبك. خلاص مالك ترجع ترعى خرافي؟ ارعى خرافك بعد اللي عملته؟ ايوه طبعا، بدل بتحبني خلاص بحبك، بس ما طلعتش راجل قد كلامي، ده انا انكرتك ثلاث مرات ولعنت وحلفت اني ما اعرفكش. معلش حبيبي ارعى خرافي. طب ده يعمل ايه؟ ده يدي رجاء. سبب الرجاء الذي فيكم ان ربنا صفاته حلوه قوي، وان ربنا ارادته صالحه جدا، وان ربنا وعوده مريحه جدا، واخيرا انه ربنا حكاياته حلوه جدا. كل سنه وانتم طيبين، لالهنا كل مجد وكرامه.